في الأشرف سابقا، وأيضا السجين السياسي الحاج حازم الكعبي، حياكم الله مرة أخرى. كنتم تتحدثون عن التوثيق وضرورة التوثيق، راح نكمل بهذا الجزئية، ولكن قبل أن نكمل أريدك تكمل لي الجزء الأول من الحديث اللي كنا نتطرق على الجرائم. مشاهداتكم شنو اللي وثقتوه؟ أنتم كنتم مدير لمديرية مهمة توثق لحقوق الإنسان، توثق هذه الجرائم. طبعا كنا في وزارة حقوق الإنسان، نعم، شكلت في عام 2006 شكلت بالأمر سلطة الاعتبار 65، نعم، كانت من مهامها الأساسية ثلاثة: رصد توثيق الانتهاكات اللي تحدث، نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوثيق انتهاكات النظام البارد. لذلك عملت وزارة حقوق الإنسان بكل جد يعني في هذا الموضوع، فكانت عمليتين أساسيتين. اهتمينا بمبدأ وبملف المقابر الجماعية، وهذا موضوع واحد يراد حلقات. طيب بس احنا ما عندنا حلقات، لذلك تبين لي كم عدد المقابر، لذلك انواع المقابر، من اللي موجودين بالمقابر. انه ملف المقابر الجماعيه وصلت وزاره حقوق الانسان الحين في الصحه، وصلت هو هذا انا سؤالي يعني. فمثلا في محافظه الانبار، نعم، باحد الايام اتصلت وحده عسكريه قالوا يابا وجدنا اثار لمقبر جماعي في محافظة الأنبار في وادي عكاظ. وادي عكاظ أصلا ليس على الخارطة، يوم تنظر الخارطة ما هو وادي عكاظ. طلعوا باصة الجي بي اس تحدد المكان 35 كيلو من أقرب طريق بعمق الصحراء منطقة عمان الحرب. ذهب معالي الوزير كان محمد الشيعة السوداني بالاتصال مع وزارة الدفاع، تم تأمين المكان، به الفريق للتنقيب. فهذا الفريق بدأ ينقل بفتح أول خندق بأول شق طولي، وجد حوالي 120 شهيد. كانوا هؤلاء الشهداء يرتدون العقال العربي، فهذا يدل أنهم من المنطقة الجنوبية. خندق آخر وجدنا به عدد كبير من الشهداء يرتدون الملابس الكردية، فهذا دليل أن الأخوة الأكراد. خندق آخر كانوا بالأخوة التركمان، فكأنما رأس النظام أراد أن يضع في هذا المكان الموزايك العراقي من جميع الأطياف وبفترات مختلفة. يعني امتدت الإعدامات والدفن في هذا المكان منذ سنة السبعينيات، فترة السبعينيات ولغاية سنة 2000. كيف عرفنا؟ مثلا بس احنا وجدنا مع بعض الشهداء جكاير تركي وغازي، وهي الجكاير كانت في فترة السبعينات، كان باكيت عريض بدون فلتر وبدون فوجدناها في جنب بعض الشهداء. خندق اخر وجدنا به جكاير بغداد ابو تشيز، دلالة انه هاي الاعدامات بالثمانينات. خندق اخر باقي سومو عيد الدلالة بالتسعينات. فكان هذا المكان ما متوقعين نصل، طلعنا من عنده 960 شهيد. ثم اضطرينا الى ترك المكان نتيجة تدخل الدواعش، حتى بذاك الوقت هناك اصابات منها، اصابات بعد موجودة ولا تزال، اصابات داعش موجودة، فبدأ القصف على المكان. من ذلك مع الوزير امر بانسحاب الفريق بعد ان استخرج 960 شهيد. عدد المقابر تم فتحها من قبل وزارة أكثر من 100 جهة، كانت أكبر هذه المقابر في مقبرة المهاوي 1-2-3 بقيمة 3000 شهيد. 3000 شهيد. احنا في محافظة شنو دول الشهداء؟ هنا أتوقف وياك، 3000 شهيد شنو دول؟ شهداء الانتفاضة الشعبية. وين؟ لا 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 أنت حضرتك ولنا نتكلم لسه، احنا نقول أكثر من 200 مقبرة جماعية استخرجنا تحت 3000 من الشهداء. محاول 1-2-3 كان الشهداء الحلة بالذات، بالذات محافظة بابل، وبالذات محافظات المحيطة بالبابل، وهي النجف، كربلاء، الواسط، وديوان. فكانت هناك النجف كانت خصتها من هاي المقابر الجماعية، تم فتح 8 مقابر جماعية. مقبرة كانت في الحيدرية، تم استخراج 298 شهيد من 2000
من اخوتكم عندما تعرفون كان العمال يستخرجون الرمال واكتشفتوا. اما المنطقه الواقعه من عمود 100 الى عمود 268 جد اولاد الثاني لامهم ايضا بال 91 والانتفاضه في المقابر ولا حتى الان نعثر على هسه اتكلم لك عن الموضوع. فالطريقه الثالثه كانت للقتل، كانوا يرمون في هذه الاحفاد ثم يقيلون التعرف انهم باسطة على يعتقل وهم احياء. كيف تعرف انه كان احياء؟ عندما وجدنا الوفاة كانت العيون معصبة والايادي مثل الاكمام مكتوب حول السلك ونلقى الحل الفم دلالة انه كان هذا يريد يتنفس صرخة استغاثة على من مضيف. طيب يعني فهذا لا تسمح لي مو انت تكلم راح اكمل راح اكمل راح اكمل الشهداء تفضل يعني تفضل راح اعطيك الوقت. نعم الشهداء نوعين، الشهداء اللي اعترنا عليهم بالمقابر الجماعيه واللي سلموا الاوائل والنوع الاخر من الشهداء هم الشهداء المغيبين اللي ما تقدر تدفع عليهم. مع الأسف قلت لك كان المفروض أنه عندنا إحنا مركز توثيق في كل محافظة كي من يأتي الزائر نقول له تفضل هاي مقابرنا الجماعية. الآن أنا أتكلم لك مع الأخوة المشاهدين الآن بعد مضي 16 سنة يوم يجي الزائر يقول لك وين مقابركم الجماعية؟ شو أقول له؟ ما عندنا مقابر. وهذا كان مخطط من أفراد النظام بتغييب هذا الملف. أفراد النظام؟ نعم وين هم؟ بكل ضغطهم ضغط يعني اللي دخلوا بالعملية السياسية ضغطوا انه هذا الملف ينهاري. لذلك ما عندي انا الان مركز توثيق واحد على مركز عملته وزارة حقوق الانسان وعملته مؤسسة الشهداء بالضبط صحيح وبالمنطقة فقط. طيب الزائر هذا شلون يقدر استاذ كريم اذا سمحت لي راح اكمل وياك استاذ عبد الكريم ولكن بعدين استمع لشهادة الحاج حازم الكعبي. اكيد للسجن دخلت للسجن ويمكن متعرف مصيرك وصرت رقم، احكينا عن ذكرياتك شلون كان يعاملوك افراد النظام المقبول وانت شاب عمرك 27 سنه. يعني نفس الشيء اذا بدنا نفصل السجن مرحلتين، المرحله الاولى مرحله التحقيق اللي حكينا عنها الحاكميه والتعذيب يعني وسائل شفته. احكي لي عن التعذيب. قليل اذا احكي لي. شنو التعذيب؟ شنو انواع التعذيب اللي تعرضتوا له؟ يعني اقل التعذيب هو التعذيب الجسدي. التعذيب الجسدي. تعذيب نفسي اكو تعذيب جسدي. طبعا تحدث عن التعذيب الجسدي اول مره. الجسدي. طبعا هذا مو كل شيء يعني. مو كل شيء. استاذ المشاهدين ما يتعذبون. يعني احنا اللي نحكيه هذا موضوع الصنده والتوثيه. والربط والكلام والتعليق اهم تعليق هذا اللي يكون من الخلفيه هذا اللي يكون من الخلف. انا بوقتها 27 سنه وانا رياضي بالبنكه انا كنت 27 سنه وجسمي كان يتحمل لكن والله العلي العظيم اذا اقول لك كنت اتمنى الموت في تلك اللحظه. هذا زين يجيبك يحطك في صندوق خشبي ويشيل عليك الصندوق. طبعا يعني عجبك بهذيك المرحله 27 سنه لكن شوي ما الخشبه نزلت الجواك واكو بشعمير والنتوء مالها ناعم جدا يعني انت مكيف انت مخادعهم لا خاف من شو اسمه تريد لانه اللي قبل نعلمونا انه لا تسكت لها الجلاد يعطوك اكثر يعطوك عقوبه صحيح اما الحالات النفسيه فلا تعد ولا توصف. لكن الامثله مثلا عندنا واحد يربط ثلاثه اشهر بحنفيه الحمام، زين الحمام هو حمام هو مرافق واحنا نلعب الغرفه، زين انت شلون تطب؟ وهذا مربوط امامك ثلاث اشهر. عندنا دعوه رائد ماجد انا كل مره اكد عليها رائد ماجد اللي حرق الجنسيه مال المسفرين الى ايران. هو في اعتقاده انه كان يساعد المسفرين الى ايران. ودعوة منشد ومحمد واربع نفرات جابوا لنا اياهم للمخابرات
فارينهم على اربع دوائر امنيه في العراق ما قدروا يطلعون منهم المعلومه بطريقه رذيله. طلعوا المعلومات كلها. الرائد هذا رائد ماجد مدير الجنسيه نزلوه بحجه انه جوك اهله في المواجهه. من صعد ثلاث ايام لا يحكي لا ياكل لا ابد. واذا الله اعلم شو مسوي بحيث جابه والدته من اجي اللي تلقاها هي سوت له. الله اعلم. هي مآسي فعلا كانت مآسي تلك الايام. المهم كان الاستاذ حازم انا في النقطه ذاك عجيبه وهي صندوق كلام استاذ صندوق نتكلم عليها مع الاسف هاي الالات كان المفروض توثق. هذه كانت موجوده يا اخي بالشعب الخامس. كانت موجوده غرفه كبيره هاي الغرفه مكتوب عليها هوت والثانيه اللاهوت والثالثه هبل. كانت موجوده هوت عباره عن هذا الصندوق اللي تكلم عليه وتطلع من عنده من اسفل بسامير تنغرس في جسم الشخص المذكور. هبل عباره عن سكاكين جسم بشري ضخم على شكل خشبي وتطلع منه التشاشين تضربك من جميع الاتجاهات. هبل كان عباره عن ايضا هيكل خشبي تنام بيه بثرموستات بالبدايه. اول ما يخليك يخليك بدرجه 30 مئه وبدا يزيدها الى ان يوصلك 75 يعني ينهر ظلها مالتك. فكان هاي الاسد المفروض وكلها صناعه. اول ما سقط النظام احكي لك يوم 9/4 انا و10/4 تفتت هذا المكان الحمد لله حصلت ملفات ما عندك يعني كنت موقوف. فكانت هذه المفروض توثق هي والثرامه الموجوده. لذلك الان استاذ حازم جزاه الله الف خير تفضل وذكر. ارجع للاستاذ حازم. يعني مشهد احنا بعد ما تركنا هاي الفتره وانحكمنا انا انحكمت بالاعدام وبعدين تفضلت الى السجن المؤبد وصلنا الى ابو غريب. نوقف يوم الاثنين ننتظر عوائلنا تجي يعني نشوف مثلا فديان اليوم نشوف عندنا واحد من السجناء رفاقنا اسمه عبد الزهر الجبوري يسكن كربلاء. عبد الزهر واقف ينتظر شوف من اللي يجي. فاجا طفل يتشلب بيه وهو يريد يدفع الطفل يعني ينتظر اهله والطفل يتشلب بيه. الى ان طب ابن اخته قال له ابو رباب هذا ابنك. هذا ابنك اللي جايك ومتشلب بيك ابنك. هو ما يعرف ابنه لانه ثلاث سنوات بالموقف وثلاث سنوات يعني الفتره هذه ما يعني اكو احكام مثلا تعدمك او ما تعدمك شنو والله مثلا اذا كان مكلفا بخدمه تنعدم. مكلف بخدمه شنو يعني يقصد؟ حتى لو عقد للبلديه عقد للبلديه تنعدم. اذا ما عندك عقد ويا الحكومه ممكن تصير مالبن. استاذي مثل موضوع التوثيق انا اتمنى هذه قناتكم الحره قناتكم الابيه قناتكم الشريفه هي اللي احنا نسمع من استاذي ونسمع من القنوات انه كان اكو توثيق امم متحده. نعم كان ليش ما اجيت شنو هاي السياسات ليش ما اجيت حاكيت صدام؟ اليوم من نريد نتطرق الى مجزره حلبشه نشوف اكو صور اكو فيديوهات لا انتم بعد شي فتره ما تطلعوها. هاي الدنيا ولا ما سقط الهدام انا ولا انا اقول صدام في يوم اقول الهدام لانه هدم مجتمع ولا انا اقول النظام كانت لا نظام. للعلم هذه المعلومه ربما تحسب عليه خطا الهدام الرجل الاعدل في الظلم لم يترك لا فكريتي ولا ابن الروادي جماعه محمد المظلوم ولا ترك المسلم لكن بنسبة قسوي يعني وشيء يعني بنسبة ما لا يقل عن 80% قسوي يعني هواية ما لا يقل عن 80% يخدم مرجع مثل السيد محمد باقر الصدير او يغتال الشهيد السعيد السيد محمد صادق الصدير او شهيد الشيخ الغروي يعني سيدنا العفو يعني هو عدم محمد باقر الصدير هو عدم يعني احنا نقول مو انا اللي احكي عنه بنت الهدى من ترجع من بغداد الى النجف في احدى التحقيقات وهي في الطريق تنظم قصيده في الزهراء. هذا الهدام عدلنا هو عدم روحه هذا عم
هذول خالدين، احنا نحكي عن الشيء اللي شو اسمه الناس من تتكلمون بهذا الحديث. اكيد يعني عفوا انا هي مو مساله شخصيه، ولكن كل كلمه تخرج من افواهكم تذكرني بالشهداء. يعني انت من تقول لي هذا انواع هاي التوابيت اللي